مكاتن للبرد. ليش انا ماخذ ملابس ذبيحن؟ ما عندي. اذا انا مو راجل عيل من اروح؟ هذا انقط ملوحه ولكم. وانا العقوله مو منا من الجوع يا اخي، منا من الجوع عمي. حسبي الله ونعم الوكيل. عمي شغلونا راح نموت. عم الجوع مرمرنا الجوع، دعمنا الجوع. وين نروح نروح؟ يا حكومتنا العراقية باعوا 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 الناس دي يصير بيها. هذا الواقع اللي نقله لكم وتشوفون المأساة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ببرنامجنا برنامج أصداء الشارع لنقل الواقع الموجود بالشارع العراقي. احنا اليوم ننقل قضايا الناس ومشاكلها إلى الجهات المعنية والجهات المختصة. اليوم نوصل صوت المواطن إلى الحكومة العراقية. مثل ما تعرفون احنا ببرنامجنا ما نتبنى قضية وحق الرد مكفول. اليوم الشعب العراقي يريد يعيش برفاهية. اليوم العاطلين وأزمة السكن والمتقاعدين والرعاية والبنى التحتية بالمستشفيات وغيرها وغيرها وإلى آخره. احنا اليوم تبشرنا بخير من دولة رئيس الوزراء وشفنا إنجاز، لكن احنا نريد الأكثر، نريد الشغل أكثر، احنا نريد تطور أكثر. عراق ما شاء الله خيره يعيش العالم كله، لكن خيرنا مو إنه، خيرنا لغيرنا. وهذا اللي نشوفه، هاي الناس اللي ثلاث أرباعها ميتة من الجوع، شغل ماكو، وإذا فتح بسطية فلحقتوه على هاي البسطية. فإحنا اليوم بدورنا لازم ننقل صوت المواطن، لازم نوصل صوت المواطن إلى الجهات المعنية والجهات المختصة. وراح أشوفون كلام الناس وحكيهم وشنو قضاياهم. شلونك؟ خيرك؟ عفوا عفوا المايك، تعال هنا، تعال يمي، تعال يمي. والله إحنا ناس رئيس الوزراء، إحنا الرعاية السابعة والدولة السابعة، عالم 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 ماتت من الجوع. يا وزير العام العالم ماتت من الجوع. أنا أحسن صحيح وكذب صحيح. عالم ماتت من الجوع. إحنا نريد وجبة السابعة. دقها على سنة جديدة، على سنة جديدة كلها كذب كذب دعاية. دعاية كذا. شو وقت قدمت عليها؟ شهرين. صار لك شهرين. أي والله. أكو ناس صار لها سبع ثلاث سنين مقدمة. أي والله كلها كابتن، كلها ابن عمي، كلها كلها. أنت من وين؟ أنا بالتاجي باب الأول. من معك التاجي. من التاجي. اي طلع لك الباحث انت؟ اي مكمل. اي هي لك الرعايه لو المن؟ لا اخويا، اخويا اخوك؟ اي مزوج. اي كامل كامل شال شال. ما يشتغل اخوك؟ لا يشتغل عماله. يشتغل عماله؟ اي والله. احنا 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 هسه ناسد ناسد وزير العمل احمد الاسدي. انا بدي اروح له اقابله، نروح له اقول له عالم ما تتم الجوع، لا اسعوا الله عالم. تشتغل انت؟ والله عماله. ام عماله؟ اي. متزوج انت؟ لا بعد. بعدك؟ ابعدنا الله. ليش؟ ابعدنا الله ما نتزوج. ليش؟ ما نتزوج. قافل على الزواج؟ ما نتزوج، ما اريد. ما تري؟ ما اريد. ما خير ان شاء الله. هاي مشكلة. خير ان شاء الله. شكرا لك. ها؟ شكرا لك. دلس حياك، هلا. هلا بالحبيب. السلام عليكم. هلا حجي. شلونك حمد؟ هلا بالطيب. نشكر قناتكم الكريمة ورحم الله والديكم وما تقصرون ونريد صوتنا يصل. يوصل. راتب رعاية اجتماعية قدمت بالعشرين وماكو زين الحد الأربعة وعشرين بالألفين وعشرين؟ بالألفين وعشرين الأربعة وعشرين دائما أقدم مدى يطلع. ليش؟ عندي تسعة أطفال، تسعة عائلتي تسعة، وعندي ولاد واحد وبسرطان بالظهر. الله يشفيك. مستشفى الكاظمية ثمانة أشهر عدل. أنا من مستشفى الكاظمية للمدينة الطب. زين. والله بس أجيب صفائح وشغلات. والدكتور موجود وحتى اوراقه موجودات زين وكل حل ماكو، وعندي بس هالواحد مضروب سرطان بظهره وعلى تسع نفرات اقدم ماكو. وانا اللي حاجك امانه الله، سكر عنده سكر، وهاي شوفت عينك، وما عنده سياره قديمه الله وكيلك. يعني انت المعين للعائله؟ نعم نعم، انا ورب العالمين ونعم بالله، وما عدنا يعني واقعين واقعين. مش احكي لك، اذا احكي لك يعني هاي امانه الرعايه حكيت لك اياها. وعندنا طريق التاجي، طريق التاجي دمرنا. صار معضلة طريق. والله أبو المعضلات طريق الموت. هو من زمان نسميه طريق الموت. مو دي يشتغلون لو شنو؟ يشتغلون فترة ويوقفون. حادث صار عندنا الله وكيلك على طريق التاجي، أما أرواح جاي تروح حرامات. على شنو ليش؟ زين.
يعني ارواح ارواح عالم جاي تنتهي على على شنو؟ ذاك اليوم عايده قبلها تريلا قبلها سياره برنس الله وكيلك اربعه بالمكان ما توبيها وموجوده بالنشر والعالم كله شافته يعني الى متى الناشد الى متى؟ انت شنو اللي تريده حجي؟ هسه انا طالب شو تريد؟ اطالب رعايه اجتماعيه ما عندنا 2020 سنه 2024 انت تقدم ما يطلع اسمك والله العظيم جاي يقدم ما جاي يطلع قال الباحث ولا جاني باحث وكل شو ماكو هاي الاربع سنين ما جاك الباحث الله شاهد ولا واحد والله شاهد ولا واحد نوب يقولون الكتروني نوب يقولون ورقي ما جاء نعرفها وحالته تعبانه حيل بالله العظيم زين غانم عبيد ايش قد رقمك؟ تليفون لا والله ما حافظه رياض يعني هاي الاربع سنين رحت تقدم على الرعايه اي والله قدمت الكتروني وقدمت رحت الوزاره قالوا لي الكتروني ورحت على هاي وقالوا عمي لو ايش ما تقدم يعني صايره شلون حظي انا اصير ايش قد رقم طيب خلي يرد ايش قد رقم رد رقم 078 ايش قد 0782 6465369 تمام طالبها من الله ومنك يعني من 2020 لسنه 2024 لحد هاي اللحظه رعايه باحث ما طالع له ادري الفلوس وين تودوها ما تقول فلوس وين تشمروها بالبحر يعني معاناته هوايه هوايه يعني هسه انا عندي معاناه هواي العالم كله عنده معاناه يعني غيرك كنت تقدم على شيء وتطلع بنتيجه الله وكيلك ما عندنا امور تعبانه حيل العشرة آلاف ما تكفي الطفل من الجوع ما يعرف المريض ما يعرف تروح للدكتور لازم شايف جنطه مال الفلوس زين اذا ما عندي منين اجي يا ابن عمي وش تريد تحكي قليل حقك يا يرحم والديك والله يحفظك تحيه لك والقناه السامره ورحم الله والديكم والنعم منكم على راس على راس هلا بالطيب على راس هلا بالحجي هلا بالحجي خيرك حبيبي السلام عليكم السلام سلام والله احنا على طريق التاجي شلون؟ طريق التاجي استاذ ايش في طريق التاجي؟ دمرنا موتنا اي بالتاجي بالتاجي موتنا صار طريق الموت والله طريق الموت يوميا حادث حادثين اشتغلوا صبوا المصبوا ووقفوا اشتغلوا منا هنا ووقفوا دمرونا والله لحد هسه شو مسوين بيه؟ صبوا هسه غير يبلط ماكو بس صبوا اي بس صبوا هاي هاي التاجي طريق التاجي موتنا استاذ والله الطي كذلك الطي موتنا هوش يعني طريق الموت والله استاذ يعني يوميا حادث حادثين ثلاثه يروحون بيها خطيه شهداء والله والله استاذ دحامات اي والله تعال دحامات يعني السلام عليك السلام ورحمه الله شلونك اخوي حياك الله تعال انا سايق تاكسي يعني هسه من اروح كرو 10000 اذبها بنزين وذبها دبلات على رحمه الله والديك طسات ازدحام يعني الحب ما واصل المعسكر التاجي ساعتين والله البارحه والله العظيم ساعتين ورجع ساعتين خلص النهار رجعت البيت المن قاعد اشتغل هذا اربع ساعات انا بس رايح للتاج عم بتكلم اي والله يا كروتها 10 هسه كلها من الكاظميه للتاج 10000 ما يطي اكثر زين انا نايم ساعتين بالازدحام ورجع ساعتين هاي اربع ساعات خلص النهار بالاربعه بالخمسه صار الدنيا المغرب مو زين يعني ماكو كل شيء ماكو اي خدمات ما نشوف يعني هاي المنطقه خاصه انا ساني قاعد هماتين بس دفتين ليش تعلم بس تعال نعم. رحنا صار لك هناك هذا موضوع طريق التاج شنو ما معضله صار معضله صار له يعني نقول ثلاث سنوات كل شيء ماكو يعني حطوا هذا الصاب داس الصاب من ورا اللوريات رجعت نفس الشيء ما تنزل اللوريات ما قدر يسوي لهم طريق ماكو هذا هذا الطريق الرئيسي يعني هذا يطلع على سامر يطلع على بيد يطلع على الموصل يطلع على بيجي هو هذا الطريق الرئيسي ماكو غيره زين يعني هسه احنا عندنا حتى منطقتنا اثروا عليها شادة التاجي الطي هذا سامع بيها هم ما تنثروا عليها لان دي اشوف ازدحام دي يوصل اللي جاي من البوابه بشويه طبعا على منطقتنا وهم نفس الشيء هم يصير ازدحام خدمات ما بيها خدمات ما بيها كلش ما بيها الله شكرا لك حبيبي ممنون هلا حجي تعال حجي تعال شلونك السلام عليكم عليكم السلام شلونك الله يحفظك شو اخبارك الله يحفظك شلون خيرك حجي الحمد لله والله انا عندي خدمه بدائره نقدر عليها نقدر عليها خدمه مدنيه يعني الدائره بالصناعه والمعادن ايش بيها بمنشاه نصر عندي خدمه 12 سنه زين. بزمن النظام الباط طلعت خلصت خدمتي طلعت هو معاناه يعني خدمتك 12 سنه 12 هي 10 زين مش زي للخدمه العسكريه زين فخلصت خدمتي 12 سنه فوقها سنتين صار عندي واحد من ولد عمي يعني شويه مثل ما يقول بحزب الدعوه انعدم فصارت ملاحقات وراي فبطلت انا هسه انا صار لي 10 سنين ازيد من 10 سنين الله وكيلك اذا اشوفك الكتب
لحد الان راجع، لا هم مراجعيني ومخلص خدماني 3 سنين واطلع تقاعد، ولا هم مطلعيني تقاعد. شو يقولوا لك؟ يقولوا لي الريت باع السياسي. باع السياسي شنو هو؟ كون واحد عندك من زمن صدام معدوم، ابوك اخوك زين. انا هسه ما عندي باع، يعني عندي لي واحد من اهلي بس اريد اعرف زين. هاي افتهمنا. هسه العسكريين، عسكريين بزمن نظام الصدام مو حسبوها في 2 ضربوها وهم مخادمين 4 سنين وال5 سنين وطلعوا تقاعد. ليش المدني هيجي؟ هسه انا عندي 12 سنه، لا سنه ولا سنتين حتى عوفه، 12 سنه وبالتصنيع العسكري. تالي متالي هسه لا هم مرجعين 3 سنين اخدم حتى اطلع تقاعد، ولا هم مطلعين تقاعد على 12 سنة، وظالين احنا المدنيين ذولا لا خدمة ولا تقاعد ولا كل شيء ولا رجعة. تقاعد ما عندك؟ ما عندي. انا اريد ارجع هسه، رجعة ما يرجعوني. يا بضبارتي موجودة، دسوا على ضبارتي، عندك شهود جبنا شهود، وعشر سنين والله 10 سنين اراجعاني، 10 سنين. لا يعني ظلم ظلم، ماكو شيء ظلم، يعني بالبرلمان يطلع 4 سنين تقاعد والعده خدمه 12 سنه ما يطلعوا تقاعد؟ وين صايره هاي؟ بيا تاريخ، بيا تاريخ صايره هاي؟ عمي ظلم من السما للقاع والله العظيم، ما صايره عمي. هسه انتم واحد عده خدمه 10 سنين سووا له حال، تعال عمي اخدم 5 سنين واطلع تقاعد، مو ما عندك خدمه على قولتهم، مو طلعوا قرارات يبيعون خدمه كذا، ماكو همه، طلعت كلها كذب. رحت راجعت كل، رحت لتقاعد عمي قالوا ماكو هيك شيء، انت لو تخلص 15 سنه وتطلع تقاعد، لو تبقى عندك ما يطلعوك لا تقاعد ولا تبقى هيك معلق، وهاي 12 سنه راحت هيك. وزاره الصناعه، الصناعه والمعادن، دائره منشات نصر بالتاجي. هسه الولد اللي يحشون عليه هذا الطريق مال التاجي، هو هذا الطريق مال التاجي 4 سنين ماخذه مقاول، 4 سنين امريكا نبنيها بصفنا ب4 سنين على الفلوس اللي عندنا، امريكا هاي نبنيها بصفنا. شنو هالظلم هذا؟ ماكو هيك شيء يعني. هسه راجعت ردت رحت للوزاره مال الصناعه والمعادن. من رحت للوزاره، الوزاره يقولوا لك جيب واحد معدوم بزمن، هو القرارات اللي عندهم يقول من مجلس الوزراء بان انت عندك باع سياسي. يابا شنو باع سياسي؟ يكون انت عندك واحد معدوم مسجون، يعني اعدم لي من اهلي اعدم. هسه ما لازم، لا تطلعوني تقاعد، لا ترجعوني، لا ترجعوني الخدمه، طلعوني تقاعد. انا عندي 12 سنه صح لو مو صحيح؟ ما لازم، لا تطلعوني تقاعد، رجعوني اخدم 3 سنين واطلع. وانا صاحب عائله وعندي 8 نفرات بالبيت، الله وكيلك 8 نفرات، انا راتب واحد ما عندنا بالبيت 8 نفرات. هاي وحده. 2 انا 3 سنين اقدم على رعايه وماكو، 3 سنين 3 سنين اقدم على رعايه، طلع لي باحث وطلع لي ما ادري شنو، طلع لي ما ادري شنو، لحد الان ماكو والله العظيم. شو اسمك انت حجي؟ علي ناصر حسين. شو رقمك حجي؟ والله يا ام محافظ رقمك؟ اي ليش اكذب عليك؟ زين يعني هاي القضايا اللي بالشارع اللي قاعد نشوفها ومشاكل الناس وقضايا الناس وهمومها، يعني اليوم ماكو اذن صاغيه من الحكومه العراقيه؟ لا هسه هم المسؤولين، احنا نريد اليوم اذن صاغيه، خلي يشوفون قضايا الناس، خلي يشوفون مشاكل الناس حلولها. يعني لحد هاي اللحظه، لحد هاي اللحظه واحد صار له 4 سنين مقدم على الرعايه، واحد صار له 5 سنين، واحد 6 سنين. زين هي الرعايه ايش قد؟ الله يخليكم اعتبروها حي، يعني ظلم والله. حصه النفط، حصه النفط مال الشعب، ولا هو النفط لمن؟ لكم مو للشعب، صار لكم والغيركم. هسه كافي، ما شبعتوا كافي. ايش قد رقمك حجي؟ 0774668412. حياك الله حجي، الله يحفظك، ان شاء الله خير، الله يحفظك، الله يوفقك. رحمه هسه احنا مو على هسه الرعايه، هي ما تسوى 100-150 ألف للعالم اللي ما عنده، بس اللي عنده خدمه هيك 12 سنه ظلم ظلم ظلم. يعني 4 سنين يطلعون هم تقاعد، واحنا 12 سنه و15 سنه ما حد يطلع تقاعد. لا تطلعوا، رجعوا للدائره مالته، وضبارتي موجوده بالدائره ذيك، هي تسمع صوتك ان شاء الله خير حجي. الله يحفظك، رحم الله والديك، جزاك الله خير. تفضل حبيبتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. احنا قصتنا قصه كبيره، قصه كبيره، قصه كلها كبيره. سؤال، احنا اهل الحشد على الراس المصوع عقودهم زين،
الله شاهد داومنا ال 14 و 15 و 16 كم سنة بالحشد؟ أربع سنوات. أربع بيا سنة؟ من ال 14 تركت لحد ما أقول لك قاتلنا وهاي احنا قاتلنا إن نفسنا. زين بارك الله فيكم. كان راتب ما عندنا. الله شاهد أني أهلي ابن الديوانية. والنعم. أجي بغداد أشتغل يوم ثلاثة أيام، احنا جازتنا 14 بسبعة. قسما بالله من إجت ويا أستاذ من صارت الرواتب قام ابن عمك ابن خالك ابن عمك أنا مصوب مرتين وصلت للموت قسما بالله قاموا يجيبون الماء واصل للحشد وحتى سحب أقسام ما يعرف يسحب مو أقول لك أنا سبع وقاتلت وأنا أحسن من البقية بس أنا غير مثلا حقوقي من صارت هيك قولوا عم متخاذل متخاذل من كانت الحرب والهوسة والدنيا والقتال أنا ما انسحبت طالبوا كمال على أن النصر سنة 2017 تسعة ثمانية لحد الآن تاريخ ببالي نزلت للبيت صارت عنده حالة طارئة مريض وعندي إجازة مرضية خابروني ثلاثة أيام لأن يقولون أنت مفصول أنت عندك إجازة مرضية رسمية إي الله شاهد والآمر هو قدامه قال أنت روح انزل للبيت ربعنا ينزلون قبل يوم أنا نزلت قبلهم زين المهم صارت رواتب الحمد لله والشكر والوضع استقر غير ترجعون دولة معقولة احنا هيك متخاذلين معقولة أنا ناشد قناتكم دولة رئيس الوزراء محمد شاع السوداني ابن عمك وابن خالك وجيرانك مثلا صحتهم بس احنا قسما بالله أراسل بربعي يقولون لحد الآن أسماء موجودة عن مليات استمارة أسماءكم موجودة موجودة بالحاسبة ومليانة استمارة وطينا فايلات بس أنت تعبون أسماءنا راحت ما أعرف وإحنا رجعنا الحشد المفصوعاتهم كلها رجعت أنا تشاشين أنا أنا من الحشد القاتلت وعبرت سنين اسم... أنت هالأربع أربع سنين ما تأخذ بيها ولا لا 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 استلمت راتب آخر سنة 2016 بديت أستلم بديت أستلم استلم 525 احنا مقاتلين باعتبار الله شاهد مو جنود احنا نروح احنا كاخوه احنا رايحين فزعه بس هسه الحمد لله والشكر وضع استقار والامن ما بي شيء بس غير احنا ذولا احنا اقول لك مصوبان وعنده اجازه شو اسمك انت؟ انا صراحه بدون مرواح وين ساكن؟ ساكن بالديوانيه بالديوانية تجي هنا قضاء عفك قرية جليح تجي هنا يوم اجي لهنا ايش تشتغل هنا؟ اشتغل عمالة نشتغل نجارة ايه؟ والحمد لله والشكر اقول لك انا مثلا ما عايش عليها الحمد لله والشكر بس هذا حقي رحت المسؤول اسمح هاي الكارثة قسما بالله وهذا الكاظم قدامي زين انا شوية حتى ما اعرف ما اطق اطق بطق قلت له السلام عليكم قلت له انا ابن عمك ونسيبك ماخذ من عندكم مرة قال يقول تفضل هو مسؤول مكتب بالديوانية هو يعرف نفسه بس يشوفني يعرفني قلت له عمي تراني هيك وهيك وهاي اجازتي المرضية وهاي اجازات نازل بيها وكل العالم رجعت بس انا بقيت قال عندك عريف عندك شنو عندك عريف عندك فلوس قسما بالله شاي قدامي قلت له هذا الشاي مالتك ما اشربه وهاي حكايتك مو حكاية واحد قيادي احنا كان القيادي يمشي ويانا قسما بالله بالحرب تقول لك اخوي نمشي سوا قسما بالله تشهد لنا بيجي والحويجه وجرف الصخر وهن المحافظات كلها بيجي كم شهيد راح دول العوالي وين راحوا يعطونهم فلوس ما يعطونهم اللي عنده جهال والبيت وحده وين يا لهم قسما بالله هو انت رايح للموت شوف تحط فلوس فوق موتك اسمع قسما بالله انا اشهد هاي قناتكم المفضله من صار الوضع واستقر قسما بالله تندمت على برحت تعرف شنو ليش ندمت قسما بالقران تندمت ذن الاربع سنوات رحت بيهن وقاتلت ليش لان يجيك واحد قيادي كان يمشي وياك يخاويك من ينتهي كل شيء وبروسنا صعد صار قيادي هو كان يمشي وياي قسما بالقران وناكل سوا وننام سوا بالتراب مو اقول لك احنا صاحبين فضل لا غصبا علينا بس انت من صار الوضع واستقر ورجعنا حالنا حال الجيش غير ترجعني شنو مثلا انا منين دوله
قد رقمك؟ انا عف من رقمي. لا لا عفنا من رقمي، انا مو بس انا. مو بس انا. انا اقول الحمد لله وشكر اشتغل وهاي. بشكل عام على جماعتك الباقية. انا على جماعتي الباقية. احتمال واحد مصوب اكثر من عنده مره مرتين ثلاثه. بس انا الحمد لله وشكر هسه مستقر وصواب ما بي شيء. بس انا اناشد مو بس الي، اناشد جميع خلي يسمعون اخوان المصوع عقودهم جميع الكم هاي الحكايه قسما بالقران، اذا قالوا له ارجع ورفع ما يرجعون ما ارجع. تمام بس انت ما تحب تقول رقمك. لا انا ما احب يعني اناشد رئيس الوزراء من قبل قناتكم الموقره. الله اطالبكم باسم الانسانيه يعني توصلون صوتنا لدوله رئيس الوزراء بس المفصوع قوتهم لا ترجعونا كنا راجعوا وين مثلا المداوم اكثر والمصوب يجوز اكو عالم يعني مصوبه صوبه اكثر من نسبه 70% عجز خلي رجعونا وعن لا ترجعوني قسما بالله وانا اشكركم ورحمه الله وديك استاذي بعد روح عليكم السلام تعال سولفها الله يساعدكم شلونك اغاث شلونكم زينين رحم الله والديك احنا بالنسبه للعوده مال الدفاع زين اعطونا عوده هسه قدمت علي لي صوتك قدمت العوده مالتي كتاب مال العوده جاي يطلع صوت له شنو صوتك ناس انا يمك مو دا اسمعك مو صوت من انا ما دا اسمعك عفوك انت شو علي لي صوتك يا حبيبي قدمنا مال العوده مال الدفاع زين ما طلعت هالمره ما اعرف ليش ليش ما طلعت ما ادري قالوا بس قدموا على الانترنت ايه؟ قدمت على الانترنت وزارة الدفاع ايه ايش قد خدمتك خدمت بالعشر سنين ليش طلعت من الدفاع ما انا مريض انا مرضي صرع يعني الله انت يكفيك الشر خلنا اكمل لك الاسم بالخير اثير لا لا لازم حبيبي حياك الله وعلى الراس حياك انت الله مريض اي حبيبي 10 سنين خدمتك بالدفاع ايه انت برضاتك طلعت انا بطلت لان انت بطلت. لان ما حد سمع لي جبت لهم تقارير طبية قلت لهم اعطوني رسالة ثالث ما يعطوني يقولون ها انت كذاب وانا واقع يمهم ولسانه عضه والدم يظل ياخذ اي قلت له عمي عساكم بالبية اه عمي لا ما ادري شنو قلت لهم عمي وقلنا لكم مرضى يعني انتم ليش ما تاخذون بينا بهالحكي فاريد من عندكم من هاي قناتكم يعني يعني انت من حترجع للدفاع وبعدين وانت مريض ارجع اقدم معلومه هاي مال اللجنه الطبيه وتقدمتها بالاول ورفضوها يقولوا لك كذاب اي ولا حترجع شو تتوقع راح يقولوا لك شنو والله بعد ما مو ضميرهم مو اي مو انت قلت احنا نقولها هم بقة الضمائر اي طبعا هي عاد احنا قابل نمشيها اه بقة الضمائر من يا سنه انت كنت بالدفاع انا من 2007 اي لا 2021 22 بطلت ما هم مبطل قبلها بسبب هذا المرض هم بطلت ايه ورجعت وظليت اكابر بهذا المرض مات لين تأذيت وحكيهم يأذي المين تناشد انا اشد راس تركان الجيش رئيس تركان الجيش اي والله ينظر بحالنا رئيس تركان الجيش ابو الجندي بعد اي هو ينظر علي علينا بحالتنا ليش ما رجعت في العودة هاي؟ هو قدمت وما طلع اسمك؟ ما طلع اسمي ورحت لدائرة المراتب الباب المعظم وما خلوني ادخل جوا قالوا روح لوحدتك رحت لوحدتي قالوا بس هاي الاسماء عندنا دورت اسمي وما لقيته شو اسمك انت حجي؟ اثير لولو لازم ايش قد رقمك؟ تليفون؟ اي رقم 077-11-37-20-50 ان شاء الله خير ان شاء الله خير ان شاء الله ان شاء الله مناشدتك توصل يعني اتمنى انه توصل رئيس اركان الجيش المحترم ان شاء الله والله يعني رئيس اركان الجيش ما يقصر ورحمه الله على والديك ان شاء الله هلا بالحبيب حياك الله حبيبي السلام حياك الله عليكم السلام حبيبي شلون صدق يا هلا بيك طبعا احنا سواق مال كوسترات على باب الله ايه؟ ومتاذين من شغلتين ايش بيها الوصولات مو وصولات يعني احنا خطنا على الشورجه جميله زين لا يخلونا الجراج بالش اسمه بالشورجه اكو جراج كان قبل للكوسترات هسه اجت الجماعه الميليشيات الوقحه ها خذوا المكان واحنا خلونا بالشارع المرور متونس علينا عندنا هسه سياره بس سياره واحده قبل شهر ما عليها غرامات البارحه ديك لقى عليها 3.5 3 ملايين ونص قبل شهر ما عليها غرامات اي هسه لقى عليها 3 ملايين ونص شنو بشهر صارت اي 3 ملايين ونص والله 3 ملايين ونص طلع هو الوصل خطيه طلع قام يدق على راسه
ثانيا الهيئه مال النقل ذاك اليوم انا رايح البعقوبه، رايح البعقوبه خطار بالكوستر، اجيت اسوي البحث لقيت عليه 220 الف. يا بلام مكفي لي، لا قايل لي غير اليوم، اليوم انت انا غلطان، انا غلطان وانت رجل دوله، انت اكو ورقه وقلم وتوقفني اسالني عد بحث وين رايح وين جاي ليش تقص الوصل، والقاهن ثلاث وصولات بالقران 40 ب 40 ها يعني ليش؟ الله يقبل محمد. يعني هاي شغله الشورجه شغله كلها ميليشيات وعصابات وما تعرف شنو ما شنو، ما تعرف الواقف بالشارع ذاك اليوم خطيه سايق نزل قال له ليش؟ شو مسوي لك؟ ليش تضرب السياره؟ الا موتوه المرور، زورقوه زورق شاب والله شاب موتوه. ما يصير عمي، يعني ما يصير، انت ناجدك انت يا الشمري عبد الامير الشمري، وانت خوش ولد ورجال، انت صحيح عسكري وما طالبها طلبه ولا جاي على ظهر واحد ولا صاعد على واحد، انت جايب زودك وزير الداخليه. احنا انا اوجه له سؤال ووجه له هاي المناشده، دخيلك ودخيل الله، وزير النقل دخيلك ودخيل الله، من الهيئه ومن المرور، والله تاذينا هسه 83 ايش بيها؟ من وراء البقالين ازدحام، اجوا حفروها وسووا لهم مجسر انه بس خلوا صارت هيك، خاف قبل يمشي السير، هسه لا يدق كسره وعطش منا ومنا يرجع لحبايبنا. اليمن شنو؟ رحمه على والدك. اليمن وهاي الاخوه اهل العربين اللي تحكيها، انا احكي لله اهل العربين ذول بالشورجه، الله وكيلك يدفع العربانه علي هيك وشمره، هو جاي محافظات شاب عظيم ينام بالعربانه كفيلك العباس اشوفهم حاط له بطانيه ونايم بالعربانه بالشورجه. ما يعرف يقتلوه، ما يعرف يضربوه، هناك يبصف الفضل هاي ساعة الزبيدة وروح شوفهم حاطين عربائنهم ونايمين، هذا المطر والضيم ولا ليش؟ يعني احنا شنو ابتلينا؟ يعني بس قل لي ابتلينا صرنا عراقيين؟ بس اسال سؤال، ابتلينا صرنا مسلمين؟ ما اريد انا اسمهم شيعي وسني وما ادري، انا هاي ما تاكل عندي، بس احنا ابتلينا صرنا اسلام. يعني الله لو ذابنا ويا اليهود ولا ويا هالمله هاي، انقص مله شفتها هالمله هاي مال الحكومه. نعلة الله عليهم إلى يوم الدين، نعلة الله عليهم إلى يوم الدين، الله لا يقبل عليهم ولا يرضى عليهم، لا عليهم ولا على عوالهم، بحق محمد وآل بيت محمد. أذانة كفيلك العباس أذانة، والله نمشي قوة، والله نمشي قوة، كفيلك العباس قوة عايشين، الله وكيلك قوة. يعني جايبينها هسه بالشارع هسه اللي يغلط علينا قمنا ندير وجوهنا منه، الله وكيلك ندير وجوهنا منه، معترمات للعشائر، ناس باطلة وناس ما تعرف شنو ما شنو، الله وكيلك. احنا الحمد لله والشكر، واريد الحسين يحفظ العراق والعراقيين ويحفظكم بحق محمد وال محمد، وهذا موسى بن جعفر، ويكفينا شر كل متعافي. اي والله ويكفينا شر هالحكومه هاي بحق محمد وال محمد. شكرا لك حبيبي، مشكور اغاتي، انا اسف لل هلا حجي، ربي يحفظك حياك. السلام عليكم. وعليكم السلام. من اذاعتكم الكريمه الناشد السيد رئيس وزراء، احنا المتقاعدين يوميا يقولون سلم رواتبكم وتعديل الرواتب وكذا، واحنا ما لحد الان ماكو، يعني اللي ياخذ له 300 المن ينطيهن هالوقت هذا. شنو راتبك التقاعدي؟ انا 400 اخذ و50. ايش قد خدمتك؟ خدمتي 26 سنه. تاخذ 400؟ ايه. ويا ال 100؟ هي ويا ال 100. 400 عمي خذيت سلفه ظلت 300، يعني هسه المن انا اعطيها 300. زين وهم يوميه يقولون سلم الرواتب راح نعدله وراح نسوي سلم رواتب، يعني هاي ترلونيات اللي خذن هذا نوري ما ادري شو اسمه، نور زهير ايه؟ هذا مليارات يا مليارات تريليونات يقول خير. زين تريلات سرقة القرن مو زين سرقة القرن، هسه خلي شويه عم يدير باله على الشعب هذا، هالشعب هذا منو يدير باله؟ نور زهير لا هو والله اللي يكون نور زهير عم احسن من الجماعه. هسه احنا الناشد هذا الرجل الشريف والله السوداني. دولة رئيس الوزراء انا مو دفاعنا عنه، بس احنا نشوف. انا اريد اقول له بس كلام واحد، انا اريد اقول له بس كلام واحد. شوف عبد الكريم قاسم الله يرحمه صار 70 سنة والعالم تترحم عليه، ليش؟ لان ساوى بين الشعب. هاي شوف الاراضي الثورة والشعلة والوشاش والحي العامي هاي كلها هو وزعها. زين ولحد الان ما تبجيبه ثلاث ارباع. تعال احكي حج عاد. عرفت شلون؟ ولحد الان العالم تترحم عليه، ليش؟ لان واحد هزه. احنا ما يصير 20 سنه، صار اكثر من 20 سنه انتم رواتب مال المتقاعدين ما تعدلوها. فاحنا من هاي اذاعتكم الناشد السيد رئيس وزراء
وعسوا لعن الله سبحانه وتعالى. هسه هو كل مره يقولون يقدمون مجلس الشعب، هي مجلس الشعب، يعني مجلس الشعب لم تقر لو كان لهم ما قروا بيوم وليله. فنسال الله ورسوله ان يجنبنا هاي الكارثه مال اسرائيل وغير اسرائيل. امين. اي والله، وان تنتقم من ينتقم الله من الظالمين. امين يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا مشاهدينا الكرام، احنا هذا الواقع اللي قاعد نقله لكم، تشوفون معاناه الناس وقضايا الناس، وهاي الناس اللي عندها قضايا وعندها مشاكل ويحبون يوصلون صوتهم الى الجهات المعنيه والجهات المختصه ببرنامجنا، برنامج اصداء الشارع. لكن انوه واكرر واقول ان المواطن مسؤول على كلامه، احنا ما نتمنى قضيه، حق الرد مكفول، هو يتحمل مسؤوليه كلامه. هو يتحمل مسؤوليه كلامه. مشاهدينا الكرام، بعدنا مستمرين وياكم لكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل ببرنامجنا، برنامج اصداء الشارع. لكن بعد هذا الفاصل، واكيد مثل ما تشوفون هاي قضايا الناس، وهذا هو الشارع، وهذا واقع، ما نقول شيء سلبي، واقع. انا دا اقول لكم الواقع قدام الملأ كله، لا دا اجيب المواطن يحكي، ما نقول شغلات سلبيه وشغلات ايجابيه، الواقع وحكي الناس لا اكثر ولا اقل. وانا احكيها مثل ما تشوفون، برنامج يطق بطق يحكي المواطن، ما يخاف، ما يخاف. انا مع المواطن، مع المواطن اذا كان المواطن على حق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله، خيرك اخوي. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا مناشده لرئيس الوزراء والى وزير الداخليه. انا بال 2019 اشتريت دار في منطقه حي الجهاد 100 متر، هو اخذناه احنا واقع حال 110. اشتريت الدار ب 55 مليون. فتعرف ذاك الوقت من 2019 لحد 2020 صارت هم الكورونا، وهي تاخرنا بالنقل الملكيه. الدار من بعد ذلك تعرف باجراءات المعامله، وهاي ام البيت عرفت، يعني تعرف انت العقار يصعد، فام البيت عرفت ان العقار شنو صعد. فانا اكملت المعامله، وصلت للضريبه، وصلنا ندفع الضريبه، فطلبوا مستمسكات الرسميه، جينا طالبهم مستمسكات الرسميه، رفضت ذلك، رفضت، تقول اني بعد ما ابيع، واني شنو اريد اقلب بيع. بعد ما استفسرنا طلعت هي بايع على الدلال بالاصل، بايع بمكاتبه، وانا اشتريت من الدلال بمكاتبه، وهي استلمت من عندي اني الفلوس، وانا من عندي اني استلمت الفلوس 43 مليون، وراحت فتحت لي بيان، بيان بطابو العامريه، فتحت لي بيان وبصمت ووقعت على حسب الاصول وبيع وشراء كامل. اخر شيء رفضت ان تحول للدار، قمت عليها دعوه بالمحكمه، رفعت القضيه للقاضي. اخر شيء القاضي بعد جلسات خمسه يمكن تقريبا يقول لي انت ما مكاتبها، مكاتبه وياها ما مكاتبها، يا باني فاتح وياها بيان وجاي وباصمت لي بطابو بالعقاري مال العامريه، باصمه وموقعه، وجبت له كتاب من الطابو انها باصمه وموقعه. اخر شيء رفض الدعوه ورجعوا الدعوه علي. زين، هل بهاي الحاله انا من 2019 انا دافع لها 55 مليون ترجع لي مبلغي؟ انا من ذاك الوقت ب 55 مليون شو اشتري به هسه مثلا؟ شيء يعني اذا رجع لي المبلغ شو اشتري به؟ ثاني شيء، انا رسميا يعني انا مسوي هالسند بالطابو العقاري، طابو حكومي موقع عليه المدير والمعاون والموظفين كافيه والضريبه، ودافع غرامات ودافع كشوفات عليها طالع عليه الكشف مال البلديه دافعه، والضريبات دافعهن، وكل هذا يجي يداعيني بمكاتبه مال دلال، انا بيني وبينها ماكو مكاتبه مال دلال، يعني دلال مكتب عقاري بالشارع ورقه وقلم، حتى اسمه ما يعرف يكتبه، يداعيني بهذا، يقول لي إيه هذا اضبط من شو اسمه من فتح بيان. أنا ما أعرف، أنا بس أناشد رئيس الوزراء وناشد وزير داخل رحمة الله عندكم 07 07 07 07 08 94 94 7. حياك الله حبيبي. هلا بالحبيب. الله يسلمك. أنا المواطن محمد خلف حسن. حياك أشكرك الله. حبيبي أشكرك عين مشكورين. حياك الله. هلا حجينا. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا مناشدتي للسيد وزير التربية. قضيتك ما انحلت؟ أبد لحد هسه؟ أبد والله. الحد قبل ايام رحت للوزاره، إيه؟
رحت بمكتب الوزير. ايه؟ قالوا السيد الوزير اليوم عنده مقابله، وانتظرنا بالقاعه وهسه يجي وهسه يجي، ما اجى السيد الوزير. قالوا كتبوا طلب للوزير. المهم كتبنا من ضمن الطلبات ابو شؤون المواطنين يقول هاي ترفض، يكتب عليها ترفض ترفض ترفض، رجح لنا. قال ايه انتم بالنسبه لكم ذولا ذوي الشهداء انطهم نسبه معينه بالتعيينات مال اولادكم، وياه اللي عنده مثلا نسبه شهيد اريد نقول فد اربعه خمسه يلا عود يبدون بهاي قرعه يسموهم زين. فاني والله قالوا لي بالوزاره قالوا روح لهلا للموصل، بس اني اروح للموصل هناك واذيب لكم مال فلوس ونتيجه ماكو. وبعض النواب والله العظيم انا مقابل الوزاره، بعض النواب يطبون عليه ويوقعون ويطلعون المحافظاتهم، يعني مثل ابو الديوانيه ابو النجف ابو بالمحافظات يوقعون يجول لابو الموجود ابو شعبه التعيينات سموه سيد يصيحون له يجي راسم. قال شوف وهذا اللي حاكيني، قال ما هذا امر الوزير طبوا الصيادي وما ادري من هو ما ادري من كلهم ذولا طبوا، انا حاسبهم حساب. نقول ليش السيد الوزير يعني هاي القضيه ما حلها الي زين، وهو جاوب التربيه جاوبها جاوب كتاب رسمي عندي موجود زين. التربيه يتهزون بهالشغله هاي، يعني عندهم ابن عمك وابن خالك، ابن عمك وابن خالك شو يقول لي؟ يقول لي احنا سوينا قرعه، المسؤول عن التربيه سوى يابا سويت قرعه غير هم الاولويه للشهداء، غير عندكم تعليمات انتم لو لا؟ قال لي هذا بس عندنا اثنين اجى امر من رئاس الوزراء من السيد رئيس الوزراء ذولا دخلناهم والباقي لا رفضناهم زين، لا خلوه بالاحتياط ولا خلوه على نسبه. هو شنو؟ موظف خدمات، يعني يكنس بالمدرسه، المدارس كلها عايزه تاجي سبع البور كلها عايزه هاي المدارس موظف خدمات زين. واني الوزير المفروض من يم الوزير، احنا من الناجده، الناجده بنسبه الخوه، اني سولفوا لي عنه سولفوا عنا الرجل بالوزاره يقول بيت حميد النامي ذول خوش ناس وطيبين، والله ردت تعنى عليه لي غالي الخميس هذا، قالوا لي الخميس يروح ليله بالوزاره بس، وجماعه رايحين له يعني من مدينه الصدر وغير نساء يعني قاعدات وياي رايحين له ومنفذ الامر لهم هناك بالمضيف. حجي شو اسمه ابنك هو؟ علي عبد الحسين جاسم. ايش قد رقمك؟ رقم انطيتك اياه والله انا ما شايل التليفون محافظه والله زين. فاحنا داعين باب الخو، ليش النواب هم يعني اجل احطك رقمي هسه شو الورقه لما اعطيك رقمي؟ نعم كتبه ودق لي من رقمك ان شاء الله وتدلل. رحم الله والديك. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. اللهم صل على محمد وال محمد، اللهم كل وليك الحجه ابن الحسن صلوات الله عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنوا ارضك طوعا وتمتعوا فيه طويلا وتجعل من انصار اعوانه. احنا اسر حرب الخليج ما خلينا مكان ما رحنا له، رحنا للمحاربين، محاربين زبون على التقاعد، التقاعد رجعنا على المحاربين، ابو المحاربين يدزنا يقول روحوا توسطوا منا على البرلمان، ابو البرلمان يقول تعطونا اصواتكم حتى يسوي لكم شغلتكم، وصرنا بين هنا وبين هنا وبين هنا، واحنا شفنا الهم بحال وماله. احنا حتى من الزباله كنا بحرب الخليج، احنا ناس مكلفين واحتياط مو مطوعين، غصبا ما عليه من وراء ذاك الطاغيه ما يسموه قائد الضروره والحسابات، دمرنا الدمر هذا زين، والله انحصرنا هناك زين. هاي الفتره كلها الطيارات فوقنا وناكل من الزباله من الزباله من الزباله، لا طحين يوصل لنا لا اكل يوصل لنا، وشفنا الضيع ما حد بحالنا ومكلفين واحتياط احنا، وما خلينا باب ما دقينا ويا قالوا انه هذا البرلمان ابو البرلمان رحنا لنا راح البرلمان، دائما يقولون يا ابا صوتوا لنا احنا نسوي لكم شغلتكم، وصايره كلها صفقات بصفقات زين. ونريد من رب العالمين بلكي الله يرجع علينا، وها بين فتره وفتره يطلعون جماعتنا تظاهرات يم السفاره الايرانيه بهاي الساحه، وتيجي المحافظات خطيب الكوثر ناس كبرت اخذها الكبور يعني ناس حتى توفت ما حصلت لها راتب زين. زين هو الراتب ياثر عليكم؟ مو هذا النفط خير من الله، خير من الله هذا النفط زين. لا انتم ما تعرفون تصرفون زراعه، ما تعرفون تسوون بها الصناعه، كلهم باعوها هم على مشينون يصدرون من الاردن ومن تركيا ومن ايران، هاي معروفه الشعب العراقي كله يعرفها زين.
زين هسه خلي يديرون بالهم علينا احنا. ما سووا لكم حال؟ ما سووا لنا حال. شو يقولوا لكم؟ يقولوا لنا ها روحوا المحاربين، المحاربين يقول حاولت التقاعد، ابو التقاعد قال ارجعوا للمحاربين. ابو المحاربين واحد اشمر عاد. واحد اشمر الاخ. نروح لل قالوا هذا خوش ادمي بالبرلمان. خوش ادمي يقول صوتوا لي وانا ارشحكم. صوتوا لي؟ اي صوتوا لي وانا اسوي لكم يا شغلتكم. ما شاء الله. اي والله هي صار هي صفقات بصفقات. اعطوني اصواتكم. اي صفقات بصفقات. زين الحين وين نروح؟ قلت لك والله حتى من الزباله كنا من الحصار، حصرنا من ورا ذاك المنعول الطاقيه، النوبه خلينا نحكيها قدامنا احنا احنا 62 اول وجبه حرب العراقيه لبست ب 81 زين مكلف، سرحنا ماك سرحنا خمس ايام طلبنا بالكويت والكويت مشاركنا بيها، وتجي تقعد بالقهوه ويقول لك صدام هاي حشر عشر قاعد واقفين صدام زين صدام هو حتى بالمجاري انا قريت تقرير هذول بالمجاري بالمجاري سبتتك بامريكا لانهم الاهميه بامريكا بالشارع وكلهم حشيشه وجو يعطيهم راتب جو بالله على سبع تقريبا بالثمانينات جو بالسبتتك يعطيهم راتب من غير فلسطين يعطيهم راتب زين سووا بينا وتالي تقعد بالقهاويه والله صدام هو البارحه صار لا مشارك بايران لا مشارك بالكويت لا مشارك بالحصار وياكلك ويشربك صدام وصدام زين سووا بينا صدام احنا سووا بينا صدام سووا بينا هاي السنين كثر من عمرنا شوف كل شيء ماكو زين وقبل عمركم خلاص وهسه عمركم هم خلاص يعني الله نسال الله الله الرحمن الرحيم الله وديك شكرا اخوي مشاهدينا الكرام هذا الواقع اللي نقلناه لكم ومثل ما تشوفون اليوم هاي معاناه الناس والقضايا اللي قاعد نشوفها بالشارع العراقي مثل ما تعرفون احنا اليوم هذا هو الواقع وهذا هو كلام الناس واحنا نتمنى تكون اذن صاغيه من قبل الجهات المعنيه او من قبل الجهات المختصه حتى ينظرون بحال هاي الناس بحال كبار السن والشباب اللي موجوده اليوم لو شويه يتباعون على الشعب شويه خلي المسؤولين يطلعون يباعون يفترون بدون حمايه وبدون سيارات مصفحه وبدون التاهوات مالتكم وطلعوا عيشوا ويا الشعب روحوا مناطقهم الدانيه الموجوده المتاذايه وشوفوا حال الناس انا خطاب القصاب المصور ايمن خالد لكم في امان الله كاتلنا البرد ليش انا ما اخذ ملابس ابيعهم ما عندي اذا انا مو عراقي لعين ما اروح انا انقط ملوحه ولكم وانا العقوم مو منا من الجوع يا خلي منا من الجوع عمي حسبي الله ونعم الوكيل عمي شغلونا راح نموت عم الجوع مرمرنا الجوع دعمنا الجوع وين نروح نروح يا حكومتنا العراقية باعوا باعوا باع الناس دي يصير بيها هذا الواقع اللي نقله لكم وتشوفون المأساة